لما عن جد شفت اهلي عرفت انه الصفقه ماشي، يعني طول ما الواحد في الطريق ولسه بتخيل ولسه نايم ما يعني، وفي اسم صفقه ما كانش وضع هيك. لما الواحد اجا وطلع وشاف اهله بعرف كنت الاشي اللي نعمل عشانه، وخصوصا الشهداء اللي راحوا. طبعا احنا بنعزي غزه وبنعزي هون الضفه في الشهداء راحوا تكريما لنا، فاحنا اصلا كنا هناك مش راضيين لا نزغرت مثلا او لما اجى الصفقه، ولا فرحنا عشان تكريما للشهداء اللي ماتوا الله يرحمهم. اول اشي جابوا الاسماء على 10 الصبح، 8 الصبح دقوا على الباب حكوا في صفقه والصفقه ماشيه واليوم بدكم تطلعوا. فكرت ما توقعتش انه يكون اسمي، لانه في اصلا 50 بنت اصلا ضلوا غير اسم الصفقه، فبصراحه ما توقعت. فكان الاشي بصدم انك انت عن جد تتلقي خبر مثل هيك. انا لما وصلت هون هيك اروج وهيك كنت مصدوم كثير. الاشي اكثر ايش كثير بصدم وحلو لما شفتهم هيك ركعت على الارض لهم هيك حبيتهم بموت انا فيهم. اجوا مره عندي على السجن شادي اللي هو بحس علي هيك على الكزاز من ورا الكزاز، قال بعمل لي انا مش تاكلك وانا مش عارف شو انت ليش تركتينا وانا بحبك وهيك. بيحكي من الصبح وهو مش راضي ينام عشان كان بيستنى فيي متحمس كان حرام. شو ليش كنت ملابسه احكي لهم؟ عشان بدي اتصور معك. بتصور معي بموت. احكي لنا اليوم مبسوط انت لانه ماما جنبك؟ بيحكي لي بدي اخذك معي على دارنا، ما بدي اخليكي هون بالمره بيعمل ما بدي خلص. بحكي ما صدقت تطلعي صح؟ وانت تاخذني عالدار ليشني ما بعمل لي ما بدي تتركين. لا هم طلبوا لي يعني 8 سنين بس انه انا ما كان يعني لسه محاكمي كانت شغاله. صار التسكير في عنا في السجن، سكروا السجون بطلوا يطلعونا في اساسات يعني حرمنا المحكمه كمان، حرمنا نعرف مثلا قديش ضايلنا، حرمنا نعرف كل شيء. اما اخر محكمه كانت علي كان 8 سنين المحامي طالب لي فيها القاضي.